السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايبكم فيديو جديد، وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة، وبرده زي العادة من قلب مطبخنا، مش هنكلفكم حاجة من بره ولا حاجة، وفي نفس الوقت ما شاء الله هتنزل معاكي الدهون بطريقة كويس. يعني هتنزل معاكي كتل من الدهون، سواء في البطن سواء في الارداف او الجوانب، ده ان شاء الله هتنزل معاكي دهون ووزن كمان لو احنا التزمنا على الكوبايتين او الوصفتين اللي احنا هنعملهم النهارده مع بعض دولت، لان الاتنين دولت هيكملوا بعض معاكي. مش عايزه اقول لك بقى هينزل معاكي وزن عمرك ما هتتخيلي. مش عايزه اقول لك بقى ان هي هتنزل معاكي 40 كيلو، 40 كيلو بالظبط. واتحداكي لو انت مشيتي على الوصفه وعلى الكلام اللي انا بقوله لك دوت، هتحداكي ان انت وزنك هينزل 40 كيلو. تمام؟ تعالوا بقى كده تابعوا معايا الوصفه، لان اهم من الوصفه ان انت تتابع معايا الخطوات. محدش يقدم الفيديو يا جماعه علشان تتابع معايا الوصفه مظبوطه وتاخديها بطريقه صح. تمام؟ يلا بينا، حطي لايك حلو كده للفيديو. اللي لسه بيشوف قناتي يعمل اشتراك للقناه، فعلوا الجرس ان شاء الله عشان يوصلكم كل جديد. شيروا الوصفه علشان ناس كتير تستفيد من وصفتنا النهارده. تمام؟ يلا بنات نشوف الوصفه بتاعتنا عباره عن ايه. مبدئيا كده يا بنات انا هعمل معاكم اول كوبايه، وزي ما وعدتكم وقلت لكم انتوا مش هتشتروا حاجه من بره، كل مكوناتنا موجوده في قلب مطبخنا. تمام؟ اول مكون معايا اللي احنا هنستخدمه النهارده في الوصفه اللي هو بصوا بقى معايا الشاي ده يا جماعه. الشاي عادي خالص من اللي احنا بنستخدمه في بيتنا. تمام؟ اي حد ممكن ياخده. مش حابه تاخدي الشاي الاسمر دوت، خدي شاي اخضر، لان الوصفه ديت اما هنستخدمها بالشاي الاخضر او الشاي الاسمر، لان الاثنين هيدوني نفس النتيجه. تمام كده؟ شوفوا بقى انت بتحبي كوبايه الشاي بتاعتك تقيله خفيفه على حسب ما انت بتشربي. تمام؟ انا عملت نص معلقه بس كفايه كده على الكوبايه بتاعتي. انا هحط كمان شويه كده علشان انا بحبها يعني ايه تكون معقوله شويه، ما تكونش خفيفه قوي ولا تقيله قوي. انا كده معايا الشاي بتاعي يبقى مظبوط. تمام؟ ده كده يا جماعه اكنك انت بتعملي كوبايه شاي عادي لنفسك. تمام؟ يعني مش هنقول بقى ده دي وصفه ولازم يكون الشاي بمقدار قد كده، ولا لا ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. انت حسب رغبتك، انت بتحبي الشاي تقيل كتري، بتحبي خفيف طبعا راحتك انت. المهم عندي ان انا هحط مكون بس واحد هو اللي هيخلي كوبايه الشاي ديت ده هتنزل معايا الوزن بطريقه كويسه جدا. تمام؟ معايا بقى الميه المغليه اهيت. بالطريقه دي كده. تعالوا بقى شوف احنا هنحط على الكوبايه بتاعتنا ايه. ده يعتبر اهوت، ده شاي عادي، كوبايه شاي كشري كده عادي خالص. انا لسه لغايه دلوقتي ما حطيتش اي حاجه. تمام؟ لا حطيت سكر ولا حطيت اي حاجه. يا ريت يا ريت الوصفه دي ما نستخدمش فيها اي سكريات خالص. لو انت مش حابه ان انت تشربيها كده، ممكن سكر دايت بسيط خالص نحلبه بالكوبايه دي. تعالوا بقى نشوف المكون بتاع اللي انا هحطه النهارده على الوصفه بتاعتي. شايفين دي ايه بقى؟ ده ورق غار. شايفين يا جماعه ده ورق الغار او ورق اللورا زي ما بنقول. ده موجود في المطبخ بتاعنا، يعني احنا مش هنشتري حاجه من بره. انا بحط على كوبايه الشاي كده ورقه او ورقتين، بكسرهم بالشكل اللي انتم شايفينه دهوت ده كده اهو، وبقلبهم كويس جدا. اهم حاجه بقلبهم، بغسلهم طبعا قبل ما بحطهم في كوبايه الشاي، بنكون غسلينهم شو يعني كويس جدا ومنشفاهم، بقوم حطاهم في كوبايه الشاي بالشكل ده كده. هعمل ايه بقى تاني؟ هقوم مغطيها زي ما تعودنا طبعا مع بعض. اي عشب انا بحطها على كوبايه شاي لازم بغطيها. ليه؟ علشان الزيوت الطياره ما تتبخرش، لان البخار دوت لازم انا عايز استفاد منه، لان الخلاصه كلها بتبقى في الزيوت البخار ايه اللي بتتبخر دي. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان ورق الغار ده بسم الله ما شاء الله، عايزاكم تعملوا سيرش كده وتخش على جوجل وتشوف فوائد ورق الغار في التخسيس وفي الشعر وفي الحاجات دي كلها، ما شاء الله هتلاقي فوائد رهيبه جدا اكتر ما انت متخيله. تمام؟ يبقى انا كده عملت النهارده الوصفه بتاعتي علشان اخس وانزل منطقه الكرش والجوانب والارداف. طيب الوصفه دي بعد ما خلصتها هيعدي كده علينا 10 دقائق وانا مغطيها بالشكل ده كده لغايه ما تبرد شويه معايا. يعني مش هاخدها برد قوي قوي يعني، لا انا عايزاها بس دافيه كده. تمام؟ علشان اقدر اخدها. عايزه اقول لكم على حاجه يا بنات، انت لو انت عودتي نفسك ان انت تقللي كل مره من السكريات، يعني انت عودي نفسك كده ان انت تشربي الشاي بتاعك من غير سكر، صدقيني والله العظيم هيبقى طعمه جميل جدا احسن ما انت بتشربيه مسكر.
واحده واحده هتاخدي على ان انت الشاي بتشربيه دلع، بعد كده هتكرهي انت الشاي المسكر. يعني لو انت اتعودتي كده مره واثنين وثلاثه وحبتيه، حتى بصوا بقى هقول لكم، جربي اول مره حط نص معلقه لو انت بتشربي الشاي بسكر بكميات كبيره، حاولي ان انت تحطي اول مره نص معلقه، بعد كده حاولي ان انت تحطي ربع معلقه، بعد كده هتبصي تلاقي نفسك حابه ان انت تشربيه من غير سكريات خالص، وده احسن حاجه ليكي، لان السكر يا جماعه مش كويس. السكر خدوا بالكم ده يعتبر سموم ومضر اصلا للجسم، فانا مش عايزه، انا عايزه اخفف على نفسي كده بس شويه بشويه، اجيبها بالتدريج، اعمل ايه زي ما قلت لكم كده. طيب دلوقتي انا عايزه اشرب كوبايه الشاي ديت، وانا متعوده طبعا ان انا ما اشربهاش الا بالسكر، اعمل ايه؟ عندي سكر الدايت بجيبه، عندي بيبقى كيس كده او باكيتات بكاوي بجيب بقى. بحط كيس يعني على اساس الايه، السكر الدايت بيبقى كويس يعني ما بيخليش بقى يعني ايه الجسم بتاعنا فيه سكريات والحاجات دي كلها، لان السكريات طبعا هي اللي بتخلي الجسم بتاعنا يشيل، اما السكر الدايت ده بيبقى عديم السعرات الحراريه، تمام، مبقاش فيه سعرات حراريه، تمام. طيب كده انا خلصت اول كوبايه عشان بس ما نطولش عليكم. طيب هناخدها امتى؟ هناخدها بس مره واحده في اليوم. هناخدها امتى بقى؟ قبل الغدا بنص ساعه، تمام، ده الكوبايه الاولانيه هاخدها قبل الغدا بنص ساعه. تعالوا بقى نشوف الكوبايه الثانيه اللي انا هاخدها على الريق. ده بقى يا جماعه هحضر معاكم الكوبايه الثانيه، والكوبايه الثانيه ديت ده انا هاخدها بقى ايه، يعني مش هاخدها بقى لا قبل ولا بعد ولا الكلام ده كله، طبعا انت تعرفوا معايا، تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا الطريقه صح، تمام. اللي لسه ما حطش لايك معايا يحط لايك ويبدا معايا ونشوف الوصفه بتاعتي. وصفتنا النهارده عباره عن ايه؟ عن كمون زي ما انتم شايفين كده، برده من قلب مطبخنا زي ما قلت لكم، ينفع في الوصفه دي كمون خشن وكمون الناعم، المتوفر عندك اعمليه، تمام. ده كده معايا معلقه، معايا كمون، معلقه كمون خشن، بنزل عليهم برده بالميه المغليه لان الاعشاب يا جماعه ما بتتغلاش، معظم الوصفات ما بنغليش فيها الاعشاب، تمام، علشان لو اتغلت الفايده بتاعتها بتروح. ده كده الكمون لما انا حطيت عليه الميه المغليه بدا اللون بتاعه يصفر زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، هسيبه برده كده حوالي 10 دقايق لغايه ما يدفى واللون بتاعي يبقى ايه، اصفر خالص، تمام، يعني ينزل كل الفايده اللي فيه. والكمون ده يا جماعه ده برده يعتبر عشبه من ضمن الاعشاب، انا بغطيه ليه؟ علشان برده فيها زيوت طياره ما تتبخرش. بعد ما تبرد وتقعد معايا حوالي 10 دقايق بنيجي نعمل ايه؟ هقول لكم، معايا الليمون اللي انتم شايفينه دوت، تمام، انا كده باخد منه نص ليمونه، مش محتاجه الليمونه كلها، لو انت حابه وتقدري تاخدي الليمونه كلها مفيش مانع، مش حابه علشان معدتكم خدي نص ليمونه بس كفايه قوي. تعالوا بقى كده بعد ما عدى 10 دقايق ونشيل الغطا بتاع الكوبايه بتاعتنا، بنعمل ايه؟ بقوم جايبه النص ليمونه وبقوم عصرها على الكوبايه بتاعتي دي. هقول لكم برده بتتاخد امتى على اساس ان هي تجيب معاكي يعني النتيجه كويسه بالشكل ده كده، تمام. هقلب بقى كويس كده، بعد كده انا خلاص جهزت الوصفه بتاعتي وجهزت الكوبايه، هنعمل ايه؟ هقوم مصفيه علشان الكمون بتاعي خشن طبعا، ولازم تصفي عشان ما تضايقنيش وانا بشربه. مش هتعرفي تاخديها برده مره، ينفع تاخديها نص معلقه عسل نحل ابيض، تمام، على الكوبايه ديت، مش حابه عسل مش حابه حاجه، يكون افضل انت تاخديها من اي حاجه. هناخدها امتى بقى؟ بعد ما بنصفيها كده ونحط عليها نص معلقه عسل ابيض، هنقوم واخدينها على الريق الصبح، كل يوم الصبح كده على الريق هنقوم واخدين كوبايه زي ديت، تمام. حابه بقى ان انت تعملي بعد كده كوبايه قبل النوم تعمليها، هيكون احسن وافضل برده. ما انتش حابه كفايه عليكي بس كوبايه واحده في اليوم، انما لو انت حابه تعمليها عشان يعني تنزلي وزنك بسرعه ممكن تعملي كوبايه زي ديت قبل النوم، تمام كده.